بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصود بعد جنال كينا قعم فرر قلب سافح وايدين سودا وين عالصومالي وين وانا ايدين سلام مالو بجوكتان مالي ونقص ما انتو حكاد لنا كف سيادة قريها كدع ايه خرصون قيب كميدا فيديو شلي ما انتا هوادا قبصدي هانا بيحي كبر صوماليات ودبات ايه كسوغارتي دماشيات وحقات وحنو بضنغوان وحقات وحنو بضنغوان وحيابا هاس وحيابا كلا او قرصون ايا جرت انت بنان كتال انت قرصون مصيبة دا قرصون ايا مرول بكسيبة دا وايو والد كيد هددت وحوى مراكم جوب واي ما شاء الله تبارك الله محق ملاني سادتك ودن كبودها جوب محق ملاني ساويلي بددك مقالوين كان جوبيني باد ياسي جوب من تاين الاك ايا دباتوين قرصون اي جري كرام بدينه دباتوين كقرصون هذه بدين ولا ده هاي وحاس عيب واي وحاس عيب واي مرة خارو حاو حاس عيب واي درت القفكي حتى والدينتي اي وقو حان هنا دعين اي مرة خارو حدان عيب واي دول من ياش قرصون ويب بدينه رق اي دمر بوي يعني قبلها كلي كم دعو حتى ويلش اي كو دعان اي وح حدا ويلش كو صوبتي واي جوري قبلها كلي ايال دباتين جير لكن هذا ويلش حتى اهلا لو دباتيا ودنكي هلا جوغ اما ميلو هلا جوغ صومالي عادوي محاجر قلف سن اي ليض هاي اي تاي عادوي كاس اني كقران ومسكحين اني كقران قوة دهاني باهنا وافير صدي فيديو غيدا سامين قفل بو بين آدن اهو دم قشله وكو يشي سامين آدو نو سامي آدو نو دمقي آدو اولو اويني بكوس حنوكي ولي هاي ولي مبكسوني ولي مبكسون حنونكي ايا هاي حنون كاس حنون بدن ايوم حياتي وسيك دليجي ان نرشادي يعني دور وين وكل هذا السامين حوق لانو كوياشو ولي هذا مبكسون حنون هان يعني حنون دي اي سومر طيران وحاوا ولي مبكسون ان شاء الله باذن الله الكريم حرجينا الي كبكسوتو الهي سبحانه وتعالى وبرينا جستك ويحيسا الهي هلا قرب قلق الهي هلا قرب قلق قفول بقورو انو بكسوتو أبا بلوت أبا حنونة كلانت أورو إنك بكسود إلهي تلا صارتو إلهي سبحانه وتعالى ساقا بكسية وحن إلهي أبو بريا إنو إلهي بكسي وقرب سي هذا الكائنات وفرحة وحوها هنا أي ده هذي أنا وحيد هذا قف دعيسا أيان أهي يعني إيمان كيد وقعدوا وين هولي ما شاء الله تبارك الله قف إيمان له هو سقفت عيسنا نهاية تري عرورتي ذا وحي في رسي إنا هي ست وحات وقرح بدن وعرورتي ذي أيض إنا بحرير أي ليهين ستاس نو حوامد كوس غرينيسو إنا كداو ودتاس وحوامد كيريسو إنا محاية جدك أمانك أي استاكتو سواب أي هي ستا سواب آت وين ويلي بيستا إيه عرورتي ذي وعفيين يعني وحات وين وقفك مكي عرورتا ذي أي وحو كويسنين أي ويلي بكو قرب استاغيهين إيرقلين تنقدونك وين أي هي ستا او اح ان استاكتو ميل امانه وان رجينا ان شاء الله مالين كلمت ان سو فريست سوشيال ميديا ادو قرح بدن ادو قوت اي كان بوخطو ادو بوكسوتي باذن الله الكريم وانا بوكسونيسا ان شاء الله باذن الله الكريم مالك موضوع عاس مخو كيني ان انطوش قادان وان افتي منه وحيابها غريها كدعو ددكو وحي الىاليان بناك مجتمع صوماليات قفل بو الصومال امرك ودن كل جوب ام بدن ددك وحالنا ودد خرابه قرابه داس بخلكي وبخل حال سيا كرسوني وانا قلت دبات دن وحي كدعدا ما قرابه دني ودخوين ماها حاشا لله ددك دد في عوي كو جير كران لكن مر ول بطوش كو حن كو افينينا ميله اي دلدلول كجران ميلها اي قلدات كدعان او اه قفك غرو ولا جوب اناد الى لنيست قف بنانك لكن مصي وضعك تاغتاي غرغا دحديس مسي وضع اكشن تاي غوغا الحديث هذا انا بنانكي اد ليد هاي يي بخد قبل ديدي ويلكي يو بخن لكن غوري مسي وي كجرت او اد لوغين انو غين اهن كو شيكر انو دي كرين هويو هوي دي ابا مرول بو حواي هوي دا وحي تا خف خوغا دبيعه او ام سميسن هوا سوما هوي ابا مركل دهاي ان هوي دي خوغا اي موجس مرول بن حريستي ابونو ون حريس بنيا لكن قوتي هوغامنتي غوري واي
وهايدي حتى اسكدافا بي هايدي حتى ان لو دير كرين ان دي كرين هاي قف هبل ايا وحاس اي جيستي عنقي اسغو دولمانه ايو خونا قنايا انو قرصده وخي ايا ايمانيس وخي او لعبسده ما عبسده كيناي مخول عبسنايا عنقا وحوم هلين وخو لعبسنايا اسغو حبلي هيدن بيلاتا اسغال سي قراعايا قف رميسنه سملها قف رميسنه سو ملان taasna waxa ay nasiib daro ee guriheena ka jirta waa guriha Soomaaliyeed dhan ka jirta waa nasiib daradaas in la dagaalo cunugaa gortko waa in aaminteed waa in siisid kalsooni caruurta marka ay yaryihiin caruurta ku dhacda tan hada ee hana qof wax fahmayso weyn ay heet shariito jir ee laakiin caruur waxa jiro loo geysto dhibaatooyin oo yaryar caruur yaryar jirta hada laftirkeed xanuunkeedii leh waa cunugaaga hadii aadan soo barin meeshaan in laga taabto maahan hadalkaas in lagu dhaho maahan hadii hadalkaas lagu dhaho qofku doonaa kugu dhahay waa inaad qeelisaa hooyo waa inaad maxay ahayday ii soo carartaa waa inaad codkaaga kor u qaadaa hadii meeshaas laga taabto waa inaad diidaa ood qeelisaa oo dadka maqashiisaa cunugaaga ma aadan barin soo marka sabab ka mid ah waa sababaha keenaya xataa caruurta inaanay aqoonin intee qad guduudan ah intee maxay ahayd xuduud ah oo maxay aan loo soo gudbi karin oo mararka qaar waxa isaga khaldama xataa macalin ii hooyo inay isaga khaldantaa laga yaaba oo hooyada hooyo waay macalinkiina macalin waa soo mar inaad bartid cunugaaga hadda mas-uuliyadeeda ee tan kaleeta caruurtaada hadday weynaadaan sida hana oo kaleeta 15 jir yacni wixii ka weyn wixii ka yar xataa cunugaaga wuxuu ku dhaho inaad aamintid waxaad muhiim u ahwaa inaad kalsooni aasiis markuu kugu dhaho cunugaaga hooyo amba aabo waxaana laygu sameeyey waa inaadan afka ka dharbaaxin oodan dhihin waa been baa sheegaysa oo aadan dhihin taas waxa waaye dayacaadii iyo burburintii adaad saameyn adaad door ku leh door ayaad ku leedahay in cunugaagii aad gacantaadii aad ku dishay la mid tahay inaad maqashid ilaahay kuguma keen haddii ay dhacaan ilaahay kuguma keen haddii ay dhacaan inaad cunugaagii maqashid oo aad tiraahay tooyo se waxaan dhehe qofkii waa inaad geed waa inaad wareysid waa inaad xaqiiqadii aad ogaatid xaqiiqda de ku soo baxdana talaabada qaadaysa de ku taala tan kale oo muhiimka waxa waa guriga markii family family la yahay qof walba wuxuu family ah family kaliya guriga inay ku noolaadaan dad kale aadan keenin ayaa qurux badan hadii aad keentid dad ehelada ah ama qaraabada in adiga mas-uuliyad aad qaadi karto oo aad tahay qof awoodeeda leh oo mas-uuliyad caruurtiis qaadi kara inaad tahay laakiin in badan waxa waa madaca tan kale oo ah ceebta iyo qarinta qurunka la qarinayo in hala joojiyo soo qofka ceebeysan qofka wax haleeya maaha qofka wax laga haleeya inuu ceebeysan yahay anaga qofkii la dhibaateeyey ayaa ceebta loo saaraya qofkii dhibanihiina wuu raaxaysanayaa xorriyadiisa ayuu dariiqa la maraya taasna waa khalad waay qofka dhibanaha ah ayaa u baahan gacan qarin wax la dhahaa ma jirto qofka haddii la dhibaateeyey xaqiisa iyo xuquuqdiisa waa in loo raadiya si walb mas-uuliyadaa kaa saaran gurigaaga mas-uuliyadaa kaa saaran deriskaaga meel walba waxaa mas-uuliyadaa kaa saaran laakiin tan oo muhiimsan oo adi mas-uuliyadeed ilaahay kugula xisaabtamaayo waxaa tiir gurigaaga oo ah qof walba qofkii mas-uul uu ka yahay iyo mal qiyaamaha in la weydiinayo oo la leeyahay mas-uuliyadaadii xag sidee u gudatay haddaa aabba tahay gurigiiyaa lagu weydiinaya haddaa hooyo tahay gurigiiyaa lagu weydiinaya iyo caruurtiiyaana la weydiinaya qof walba waxaa waaye mas-uul ayaa saaran hadii xaas aa tahay seygaagii hadii ringi aa tahay xaaskaagii waxaasoo dhan mas-uuliyad waa laakiin maanta aan ka hadleyn waxaa waaye kufsiga aad u batay wiilkiisna waa badnaa laakiin meel walba adduunka uu ku jiraa kufsiga in maxaad gudubkaas meel walba adduunka uu ku jiraa laakiin adduunka waxaa waaye waa maxkamadaha la iskeeyaa waa la istacbiyaa laakiin annaga waxaa adduunka dheernahay qarinta oo la leeyahay ceeb waaye keliya maaha annaga weli waxaa sii dheernahay haddii wiil uu wax kufsado xataa inuu ku faani karo awooddaas uu leeyahay anaga dheernahay dadka caalamka waana wax aad u foolxun oo qoran in awood uu leeyahay qofkii inuu qofku xadgudbay inuu ku faani karo inuu awood u leeyahay xitaa xadgudubkaas iskaba daa in laga hadle inuu awood u leeyahay inuu ku faanaayo soo kiiyo wax fiican sameeya camal weliba loo sii sacabtumaayo yacni adduunka meel ay ka jirto malahan soo dadka markay marxaladaas ay gaaraan marxalad waxaabaa caqliga bini aadanka ama insaaniyada ka hooseyso caqli xayawaan ahwa soo qof dhibaateeyo qof inaad u sacabtumtid weliba aad ku dhiirogelisid mararka qaar qof ayaa wuxuu leeyahay aniga waa lay dhibaateeyey qofkii waxaa la leeyahay waa la caynaaya sababta u caynays maxay tahay qofkan dhibkiisa ayuu ka hadlay haddaa caddeyn haysid keen waxaad ku diidaysid keen asaga laftirkiisa waa dhihi kartaa caddeyntaadu maxay tahay waa dhihi kartaa laakiin inaad qofkii oo dembiil ah oo dulmana ah
اتراهد محايه هته بين بشيغيسا وحواي وح ادفول مر والبو صومالي كله وحن العدلة وصومالي صومالي إن هذا كتب بني آدم نمض إن هذا كتب مصري نمض وإلهي سبحانه وتعالى قد شكا إيغانا وكو أركا وكو مخلا مر والبنات حساب قد كدرست المهاج أت إلهي وعبست المهاج إلهي أت وعبست بلشد مهم بها إلهي كو مكان وحن إلهي كو مكان هدي إدعان وحن وإن تودي ذي ليدها أت عنقاقي أت قرب استايكرتا كهرس جد حاجر الله وقاشان توحي قرر قوني واي وحي إلهي وقدري وقوني والله قدر الله ما شاء فعله لكن هذا قد ذلك يجي إن هذا قبل هواي حتى طاي عاب حتى طاي قفل ومسؤول هواي عاب كل قد ما حتى عنق كل وين وحا مسؤولي ذا صار صامح مركا كوين تا عرور ولا لها عديقة وين تا حقرت أو طاي مسؤولي ذا صار إن هذا قبل إن هذا كعب صار إن هذا لا ضدك إن هذا عيب وأركن هذي أكو لعض إلهي ما قدر حمان إن هذا عيب وأركن ويا قفك عيب سن هذي جماها قفك عيب سن قفك كلام توحد باتي ويا كاس إن العيب هي حق هي تامر إن برنو قفك عيبين يستهوى تن كلام وهنا كل يبرجينا إن ما نقوم ما دعوت الفيديو كان هنا يجبر والب ولبات يسوع قرت حلينا وإدين قرب تعبنا بويل والب حتى ويل شيء كده عضا ده كليكم ده على لكن عود مولهن ما دام ويلش لسي عبينا عيل صور استعجال عيل ليه كده وحنا ويلك ما ليكر لك ويلش ويكون على هوات واحد ذنب أذى أقول يا رحمة هان وإذا قرب تاعنا إلى هاي سبحان وتعالى وحيد إنك برينا أنا كجود بتاعنا وأنا كجود بيسان قفل بو دبعت يسوع قرت هو على الحيل هذا وقت كجود باي الحيل هذا حنونك وحوا وقت وليه ولا كجود با حتي أذن هين قف قوة لهن لبكاس ما هذا مرتين صو إن قوة لهن هاي هي إلهي سبحانه وتعالى امتحان كاس وكبرسي وأرك لين عفي عنك أرك حاسعت مرتين لأن واحد أذي قصو صار عيا وأذي قاعد قاعد تطول وأنا كجود بيسا إن شاء الله وحنا رجينا يا معلم قرح بدن أذو قرح بدن حنا أي إنتي لم تعينا سو استعيدون تان إذنكم حي هتي وأودين كتاعن هدا وأود والدين ما هاي ندعيفتين قف إنتو سو استعيد بالشديد لكن إجاري صوت هاي صوت تاسكيل جيد أيوة وبعنتي قوة أيوة وبعنتي أود بركوا والديهن أودي والديهن وإلهي سبحانه وتعالى إذن كسيد يركليو وإني سي قرب استاوى إلهي سبحانه وتعالى عن كبرينا شعب الصومالية تاكودي جنينا هذا عرفتان خف لبعتيسن إنا قرب استاوت إنا كعامستد لبدا صلى الله عليه لكن أتكوحد قدبتد وح إنسانية قرح بدن ماهن وحدين تاعو قرح بدن ماها وسلامك إيه وانكم هالسنة هاي دعوة الشدة هذا في وقت قال قالي قاعد سياسة فيديو بن فيديو حيل أنت كل مدونة حيل كل تجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاو.